الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بيواصل الاستعداد للدور النهائي من دوري السوبر. الفريق هيلعب مع طلائع جيش يوم السبت اللي جاي في أول ماتشات الدور ده. الفريق اتدرب طبعا كالعادة تدريبات بدنية، كان في كمان شوط على الباسكت. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق في كل ما هو قادم بإذن الله. أما عن نجمنا مهاب ياسر، طبعا أجرى جراحة النهاردة وإن شاء الله هيخرج من المستشفى بكرة. إحنا عارفين إن مهاب كان أصيب بقطع في غضروف الركبة في القدم اليسرى، ودي القدم اللي كانت سليمة، يعني مش اللي كان طبعا مصاب فيها بقطع في الرباط الصليبي. مهاب كان تعافى من الإصابة ولسه هيشارك مع الفريق، بس يعني قدر الله ما شاء فعل تم إصابته في التدريبات المنفردة. اتكلمنا كتير عن مهاب وإن شاء الله يرجع لنا في أسرع وقت ممكن بإذن الله.